نسبة كبيرة من الناس بتمشي بالشوارع بتبعد عن الرصيف، بتلاقي سهولة أكثر في المشي على الشارع، إلا إنها بتعيق حركة السير. هاي كثير صعبة وكثير بتواجهنا إحنا كصحابين سيارات، بتواجهنا كثير عدم حرية حركة السيارة بالشارع من خلال الناس. الناس بتمشي لأنها أكثر نسبة كبيرة على الشوارع مش على الرصيف. نتأمل إن شاء الله بالقريب العاجل إنه هاي الأمور يلفتوا نظرهم عليها ويشتغلوا عليها على أساس إن نخلي نسبة 50% تمشي على الرصيف. والله هو بفوضى بالنسبة للسيارات، يعني بفوضى. لازم يكون أرتى من هيك. المواطنين مش لكنهم مجال إنهم يمشوا بعدين. والله مش في محلها. المواطنين اللي بقطع شمال بدون خط مشاة قدام السيارات بكسدره، والبلد يعني بخلقوا أزمة للسيارة، حتى إذا بتزمر له بدك تنبه إنه ماشي في نص الشارع وناسي حاله ممكن يغلط على الشوفير، يعني حتى أدب ما فيه باللفظ، حتى سواء طالب مدرسة أو طالب جامعة أو موظف أو أي إنسان عادي بتلاقيهم اسلوبهم دفش، بيحترموش الناس، بيحترموش الكبير، حتى انت على حق بدك خايف عليه بدك تنبه وهو بغلط على الانسان. اللي شايفه ضمن نظام معين الا حسب الحاجات معينة بجوزها او جهل او كذا ممكن يصير حالات مثل هيك شذوذ فيها، اما اجمالا حركة منظمة بجوز لكلة الاعداد اخرى برضو لها تأثير، فيش ازدحام كثير في المنطقة. احنا متعودين نمشي في القانون للأسف. نمشي الآن في عن جهية، وهذا طبعا هو السبب. يعني بحاجة للنشر الثقافي حول، والله لو كان بكون أحسن. لو كان في وعي ثقافي بيكون أفضل وأفضل. طبعا هذه الفوضى اللي بتعم في مدننا فلسطين ومحافظاتنا وقرانا، أنا بعتقد هاي بتكون ضمن الفوضى اللي بتكون في البيوت، لأنه راعي الأسرة عفواً إذا كان صالح بتصلح الأسرة. هلأ المارين بالشارع المشاة هذولا بيعرفوا إنه الشارع فيه إله بنكيت على جوانبه كان يمين ولا شمال، فهذه الفوضى اللي بتعم مسؤوليتها ولا السيارات اللي في الشارع بتكون مسكرة أمام السيارات اللي مارة، هذا كله مسؤوليته أحيانا واجب عليه من الشرطة الفلسطينية. فأنا بحيي الشرطة الفلسطينية وبشكرها على جهودها في الشارع الفلسطيني، بس لازم يكون عندنا نظام، وهذا النظام مسؤوليته بترجع على الشرطة أولا، ثانيا على المواطن نفسه، لأنه المواطن بيعرف أنه هذا البنكيت للمشاة وهذا الشارع للسيارة. وخلينا نعطي صورة حلوة لكل زوار، الزوار الخارجين الداخلين من بلدان أخرى إلى طول كرم. لو الإنسان بكون بطريقة وبأخرى عنده مبدئية وقانون في حياته، مش ممكن توجد هذه الفوضى الموجودة بالشوارع، سواء من المارة، من الناس العاديين، من العابرين في الشارع، من الموجودين في داخل البلد لهم دور وبتحملوا مسؤولية كبيرة في القصة، حتى أصحاب المحلات وأصحاب السيارات اللي هم أصحاب المحلات. طبعا هاي السيارات الواقفة باب المحلات لها دور كثير إنها تخلق الفوضى الموجودة، بس القانون ممتاز جدا وياريت أنه يكون مطبق على كل الناس بغض النظر عن المستوى أو العمر أو الفئة. أصحاب المحلات بتحملوا جزء من هاي المسؤولية كونه بيطلعوا بضاعتهم بريت محلاتهم، فبضطر الإنسان العادي يسلك مسلك الشارع. الشارع مسكر من سيارة صاحب المحل، علشان هيك المسألة متضاربة. يا ريت لو في إلزام من قبل البلدية ومن قبل إدارة المرور لأصحاب المحلات بسياراتهم تخرج من نطاق السوق، من داخل السوق، والمواطن المفترض أنه يلتزم في إشارات المرور على أساس أنه يكون في هناك نوع من الضابط. يعني هو قوانين السير جيدة وشرطة المرور قايمة بدورها وواجبها جيد وممتاز، ولكن احنا مشكلتنا يا اخوان في الشعب الفلسطيني او مشكلتنا في طول كرم ان المواطن يعني احيانا فوضوي، احيانا بتبعش القوانين وبتبعش قوانين السير ولا التعليمات المشي في الشارع، وهاي بدهم ينقصهم توعية، يعني بحاجة لتوعية في التلفزيونات المحلية وفضائية الفلسطينية، تخصيص برنامج اسبوعي او شهري
عن قوانين السير، عن المشي، عن الحركة مع الأطفال. فهي في فوضى، في فوضى من المواطن نفسه انه غير متقيد بأمور السير، غير متقيد بالتعليمات. فهي شغلة احنا كمواطنين لازم نحن يعني نساعد شرطة المرور، نساعد شرطة المرور ان احنا يعني في اطفال، في نسوان، في ختيارية، في عجائز يكونوا ماشيين. احيانا بروحوا ضحية يعني سواق كمان بجهل القانون، السواق احيانا بجهل القانون، يعني احيانا بيمشي على عاتقه السواق بسرعة لا يكترس للقانون، لا يكترس لأي شيء. اكيد في تقصير، لكن بنتمنى انه يصير تطوير ويزبطوا الشوارع وزبطوا الأرصفة. طلع يعني ما شاء الله رصيف الصغير والشارع طلع ما شاء الله، الناس ماشيين ناسيين الرصيف وماشيين على الشارع وبينها السيارات.